هل الضوء الجزائري الأخضر ينير شوارع إيطاليا حقا؟ نعم ينيرها، بل وينظفها أيضا من الانبعاثات الكربونية، ثم ينطلق إلى المدن الأوروبية ليخلصها من الضباب الذي يغلف أجوائها نتيجة ملوثات الوقود الأحفوري. يأتي ذلك في إطار مشروع ميدجين الذي ينطلق من الجزائر مارا بتونس وعابرا البحر المتوسط. مرحبا بكم. اعترافا منها بمكانة الجزائر كرائد عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة، صارعت المفوضية الأوروبية مؤخرا بضخ المزيد من الاستثمارات ومنحت موافقتها الرسمية على المشروع الاستراتيجي للربط الكهربائي الأخضر ميدجين الذي سيبدأ تشغيله فعليا عام 2030، ولا يستهدف إضاءة شوارع المدن الإيطالية وكفى، ولكن يتسع نطاقه ضمن خطط مستقبلية معلنة ليشمل عديد من المدن الأوروبية الأخرى في وسط القارة مثل النمسا وألمانيا وسويسرا. وليس الهدف الإنارة فقط، بل وأيضا خفض البصمة الكربونية إلى أدنى مستوى ممكن خلال العقد القادم، في ظل توجهات عالمية متفق عليها بالأمم المتحدة للحد من الانبعاثات الكربونية وتنظيف البيئة من الملوثات الأحفورية. ووفقا للمخطط العام لهذا المشروع الطاقوي العملاق، فإن مراحل التنفيذ والتشغيل الفعلي لكوابل الضوء الأخضر الجزائري سوف تستغرق 5 سنوات من الآن، ولن تمر هذه الكوابل من أرض الجزائر إلى أوروبا مباشرة، بل عبر الشقيقة تونس التي ستحقق مكاسب اقتصادية من خلال رسوم العبور والاستثمارات المصاحبة للمشروع، إلى جانب فرص واعدة لتحديث بنيتها التحتية. وتقوم شركة زيرو بتنفيذ هذا المشروع الكبير، وهي شركة إيطالية عابرة للقارات مصنفة باعتبارها أحد أهم الشركات العالمية الرائدة في تطوير مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك أعمال الربط الطاقوي وتخزين الطاقة والحد من الانبعاثات، مع دعم المحتوى المحلي من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات. وبحسب ما صرحت به السيدة إليساندرا باسيني المديرة العامة للشركة، فإن سعي شركتها للفوز بتنفيذ هذا المشروع يأتي على خلفية الأهمية المتصاعدة للجزائر كمورد طاقوي موثوق. إن مشروع ميدجين لربط كهرباء الطاقة النظيفة والمتجددة التي ستغذي أعمدة الإنارة في شوارع أوروبا قريبا، والمستمدة بالأساس من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ذات الوفرة الهائلة والمستدامة في الصحراء الجزائرية، سوف يحقق للجزائر عوائد هائلة، من أهمها فتح نافذة جديدة لصادرات الطاقة الجزائرية تدفع نحو أجواء إيجابية من شأنها توطيد مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في أمن الطاقة الأوروبي، استقطاب المزيد من الاستثمارات والشراكات طويلة الأمد مع دول جنوب المتوسط في ظل التوجهات نحو التكامل الطاقوي، إضافة مصدر جديد لسلة العملات الأجنبية التي تساهم في الحد من معدلات التضخم ودعم قوة الاقتصاد الوطني الجزائري، تعزيز الموقع الاستراتيجي للجزائر في سوق الطاقة المتوسطي باعتبارها مركز حيوي للطاقة المتجددة يربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية، الارتقاء بقوة الجزائر الناعمة في أوروبا
ومن ثم فرض القرار السيادي الجزائري لحسم القضايا الإقليمية والدولية. يقول السيد وديع مخلوف الخبير في اقتصاديات الطاقة إن الضوء الأخضر الجزائري الذي سيصل إلى أوروبا قريبا عبر مشروع ميدجن يشكل نموذجا يحتذى به في العلاقات الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب بعيدا عن علاقات التبعية، ويعكس استراتيجية الجزائر التي تركز على مبدأ رابح رابح في التعاون الدولي. وعن العوائد على الصعيد الأوروبي تتجلى أهمية مشروع ميدجن في التدفقات الغير منقطعة للضوء الجزائري الأخضر الذي ستعتمد عليه أعمدة الإنارة في مدن إيطاليا وغيرها من المدن الأوروبية، كما يحقق هذا المشروع الضخم انعطاقا أوروبيا من التبعية للغاز الروسي الذي تقلص بشكل كبير نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. ويعتبر غير واحد من كبار خبراء اقتصاديات الطاقة بمثابة محطة مفصلية في مسار أمن الطاقة الأوروبي من شأنها القضاء على هشاشة الأسواق أمام الأزمات الجيوسياسية. يدعم بقوة توجهات الحكومات الأوروبية في الانتقال إلى الطاقات النظيفة والتخلص من الطاقات الأحفورية التقليدية، واعتبار التحول الأخضر خيارا استراتيجيا وحلا مثاليا لانقشاع الدخان والانبعاثات الكربونية التي تلوث أجواء المدن الأوروبية منذ عقود. وتنظر إليه مفوضية الاتحاد الأوروبي كجزء من رؤيتها الأوسع لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050. إن تنفيذ مشروع ميدجن لتزويد أعمدة الإنارة في شوارع المدن الأوروبية هو أحد أهم المشاريع السيادية الكبرى التي تجعل الجزائر قطب عالمي في الطاقة النظيفة والمستدامة، وداعم قوي لاقتصادها الوطني، ومعزز لمكانة القرار الجزائري على الساحتين الإقليمية والدولية. شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.